تابعت جمعية تحدي المساواة والمواطنة في الآونة الأخيرة بعد الهجمات والتهديدات في حق ناشطات جمعويات نساويات، خاصة في الوقت اللي كانوا بداو ينضلوا من أجل رفع مطالبنا الحقوقية في شأن قانون الأسرة. هذه التهديدات اللي وصلت للتكفير، وصلت للتحرير، وصلت للقتل، واليوم حان الوقت من أجل توقيف هاد الجهات اللي هم أشخاص يا إما تنشروا فيديوهات صورة وصورة، أو أنهم تديروا تعليقات في حسابات خاصة لبعض الناشطات الجمعويات. تنتمنى أن الجهات المعنية تأخذ هاد التحريض بعين الاعتبار، لأن في بعض الأحيان ينتقل ما هو افتراضي للواقعي، وهنا الخوف من أن هاد الأشخاص يقدروا يمارسوا ممارسات عنف جسدي أو نفسي. وكذلك هنا اليوم بطبيعة الحال كاين عنف رقمي اللي فيه الشتم، فيه السب، فيه الإهانة، فيه نعوتات ساقطة. نتمنى أن يقف هذا العنف وهذه الحملة المصغورة.